هذا السؤال كبير تطرح، فهمتي ديال الطيرون ما الطيرون. المهم الاخوان هذا الميساج هذا لا الا ما نشرو، فهمتي نشرو، لان كاين بزاف ديال الناس مساكين دابا هادشي اللي كيطرا في المغرب. وهاد ديال امنا في واحد الغيره في راسك، كان ما ندويش هذا الموضوع هذا، راه حس ليا ما ندويش فيه، حس ليا ما ندويش فيه. راه جلست انت مع راسك كل السيمونه مصلحه عندك واش ميدو في هذا الموضوع. انا صدت شي مصلحه يعني تايز ما عنديش فاكين بولشيت. واخا اخرين تتلقى شي دوي عليا ما نجاوبوش الصوت، يقول لك راه مسكوت الوالد ما عمري يجاوب، لان الناس عارفين انا شنو كندير مع الوالد. يقول لك الصاد هذاك راه ملحد الصاد، علاش نمشي نضرب عمره انا باش جيت تقول عليا ملحد الصاد؟ السوق يقول ملحد الصاد هضرتك خاوي، حنا عارفينك، حنا من نهار جلسنا معاك دابا عارفين هضرتك كامله خاوي الصاد. وسيرتو ملي جابت كويت تريد، الله يوفقك اخي، الله يسهل لك، الله يسهل لك اخي، الله يجعلنا نشوفك في شي نيفو اخر، فهمتي حتى انت اخي تافونسي ونشوفك في شي نيفو اخر، لان انت ولاد عشره من الاخرين ديالهم با دي با دي كاش كي دي بلاك والفيك تاعو. الثلاثه على الاخوان وليد درت معهم التحدي، الا هاد الاخوان هادو جاب لك الباسح اللول وراك الارباح ديالو وبالرب حتى حط 300000 دولار ياك شرينا يا مارك بانكم شريتو ب 540000 دولار. انا هادو الاخوان راح حطنا 300000 دولار هاك عمرها، وقبل ما ندخل قبل ما يحلوا الباسيات ديالو نجيبو حنا نوطير ندخلوه في النوطير نقول له الصاط ها شنو ها الشيك ها هو عندك ها هو. والناس اخرين كيفهموا في الفوركس جبدنا هادشي الصاط، انا عارف دوك السيطان علاش مبني. كاينين دراري كيديروا فلوس في الفوركس كيديروا واحد بالماكسيموم 10% في الشهر، كاينين دراري قليل ولكن هادو اللي كيدير لك بلا 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 كيديروا حتى في الفوركس ما عمرهم دخلوا الجامع في الفوركس صلاو فيه، ما عمرهم دازوا تحت. تيجي كيدخلك انت للجامع كيديو لك بلغتك تمايا وتيجيبوا ليه هو بلغه وتياخذوا هما بلغه صافي. هادشي الصوت اللي كاين بالرجول، هادشي اللي كاين. الله يوفق الجميع، الله يسهل لهم. الحوايج الشخصيه ما نخش فيها وما عنديش شي مشكل شخصي واحد الله خير. دابا شحال تقول لي دابا تلاقي شي معاه في الصاد تلاقي شي معاه فلان هو تيصحابو انا مافيا تيشدو تيتكي ليك داك 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 الصاد ما عندي حتى شي حاجه. تقول لي الله يسهل لك الله يوفقك، فهمتي الصاد؟ على حقاش على حقاش ماشي اللي تيحكم على واحد هو الخدمه ديالو، على حقاش الخدمه ديال باش دير الاشاره لهاد الشركه هادي راه حكمات عليك الصاد. الاشاره ديال هاد الشركه هادي اللي ما عندها حتى قيمه صاحبي تسوكي. وكان خدام كان بغا يخدم عليها واحد ولد هو من الانفلونسر ديال المغرب وتشاور معاه غير البارح قلت ليه عطي لي هادشي التيسع صيفط لي هادشي الصاد. الخدمه ديالك كدوي عليك الصاد، الشركه هادي ما عندها حتى قيمه، الشركه هادي ما بتسيت سوكي ما عارف فلوس الصاد فلوس سوكي. الحق باش نهار ورطينا انايا في داك المشكل ديال ديك الدوره ايه علاقه بالفلوس الصاد؟ انت كتقلبي على الفلوس، ما عمرك قلبتي على سميتها ولا شي حاجه الصاد، تقلب على الفلوس هادي سوكي فهمتي هادي سوكي. الله يوفقك الله يسهل لهم ثلاثه. اخر اخر